أميرة اتفضلي. بس يا دكتور أنا معايا بنتين وكنت وحملت البنت الأخرانية هي عندها سنة وكنت مركبة شريط وعملني نزيف، وبعدها خدت حبوب اللي هي منع الحمل دي وقعدت سنة يعني الدورة مش تجيلي خالص وبطني اتنفخت كده، ورحت الدكتور كتب لي برضه اللي هو حبوب منع الحمل برضه. لا حضرتك شكوتك ايه دلوقتي يا مدام أميرة؟ ايه؟ حضرتك شكوتك ايه دلوقتي؟ ما انا هي ما جاتليش خالص يا دكتور. مش حضرتك بتاخدي اقراص منع حمل؟ اه. بتاخديها كونتينيوس ولا بتوقفي اسبوع وهي ما بتجيش؟ لا هي بقى لها سنه كده ما جاتش. لا حضرتك الطريقه اللي بتاخدي بيها اقراص منع حمل ازاي؟ هي دكتور هو دكتور كتب لي ان هو الحبوب بتاعت منع الحمل، قال لي اقعدي شهر وتاخديها وبعد كده الدوره تنزل تاني. لا حضرتك بترضعي ولا لا؟ اه برضه. طيب ما هي اقراص الرضاعه دي يا فندم بتخلي الدوره ما تنزلش. يعني قراص الرضاعه هي قصه كلها برضو لازم حضرتك تبقي فاهمه حاجه، ان احنا لما بتكون السيده بترضع احنا ما بنقدرش نديها الهرمونات العاديه اللي هي قراص منع الحمل اللي هي بتنزل البيريد، بنديلها قراص منع حمل معينه اللي هي مينيمال دوز بروجسترون، فبالتالي مينيمال دوز بروجسترون دولت ممكن ان الدوره ما تجيش خالص. احنا بنقول في اثناء الرضاعه وهي بتاخد القراص دي ممكن تقعد سنه او سنتين ما تنزلهاش البيريد خالص، احنا بندي ادويه البروجسترون ميني بيل بتاعت البروجسترون ديت عشان خاطر تمنع الحمل، لكن ملهاش دعوه بانتظام الدوره، يعني الدوره ممكن تجي لها في ميعادها، ممكن الدوره ما تجيش، ممكن الدوره تيجي متقطعه مش في ميعادها، كل دوت لا تنتظر انتظام الدوره طول ما هي بتاخد القراص اللي هي الميني بيل بتاعت الرضاعه. بعد ما تبطلي رضاعه هنديلك بقى الاقراص اللي بتنظم الدوره، في اقراص تانية نوع تاني من الاقراص اللي هو بيتاخد 21 يوم وتريحي اسبوع، هو ده اللي بيتاخد عشان خاطر الدوره تنتظم. لكن الاقراص اللي بتاخديها دي 35 قرص هتلاقيهم ورا بعض فبيتاخدوا وبعد كده بتكمليهم على طول من غير ما تقطعي خالص. ودول مهم جدا بقى اللي انا لازم انبهك ليه، انك علشان خاطر ما يحصلش حمل لازم تاخديهم في نفس الميعاد، يعني يستحسن ان هو ما يبقاش فيه يوم ما يحصلش ما تاخديهوش او يومين او حاجه كده، ده لابد من الانتظام فيها. لو انت قلقانه او حاجه يبقى يستحسن ان احنا نركب لوب او حاجه. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، وكنا بنتكلم على طرق نجاح الاطفال الانابيب والحقن المجاري، كنا بنتكلم الاول على